السلام عليكم جميعا، اخباركم؟ اتمنى ان كلكم يا رب تكونوا بخير على احسن حال. ان شاء الله في الفيديو ده انا هحاول اتكلم عن، طبعا قبل ما اتكلم يا ريت زي ما احنا عارفين اي حد عنده اي اسئله خاصه باللغه يا ريت يعني اكتبها على طول تحت، وانا ان شاء الله وانس لو انا قريتها دلوقتي هبعت لك الرد عليها دلوقتي، او هبعت لك الرد عليها من اما تبعتها باذن الله. اوكي طيب، الفيديو ده النهارده دلوقتي انا هتكلم عن كلمه very، بمعنى انا امتى استخدم كلمه very وامتى مش لازم استخدم كلمه very. يعني مثلا لما حد يسالك how are you بتقول له very good، تقول له مثلا لو انت تعبان شويه I'm very tired، لو انت جعان I'm very thirsty، لو انت جعان I'm very hungry، لو انت عطشان I'm very thirsty، لو انت مثلا ملان I'm very tired، وهكذا. طيب اكيد في اللغه عموما مش لازم كل شويه هقول very 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 very، عندي كلمات ممكن لو استخدمها هتعوضني بكلمة very، وفي نفس الوقت هتزود الvocabulary اللي عندي، هتزود الكلمات عندي كلغة موجودة. لو انا حتى بقدم في الايلتس او شيء، لو انا بتكلم في السبيكنج في الايلتس، لو انا اتكلمت كلمات زي دي هتحسن او اتعلي الدرجات بتاعتي جدا، وكمان في الرايتنج برضه هتعلي كتير. تمام طيب، لان دلوقتي الناس بتكلمني، في ناس بيفهموا عربي في ناس ما بيفهموش عربي، فانا احاول قدر الامكان اتكلم باللغتين على قد ما اقدر عشان بس الوقت ضيق شويه. طيب هنبدا دلوقتي باول كلمه. لو سي مثلا عايز اقول ان انا في واحد فقير جدا مثلا، فور اكزامبل، طبعا فين كلمه فقير؟ يعني poor، بي او او ار. طيب دلوقتي لو عايز اقول هو الشخص ده مثلا very poor، very poor، في كلمة عندي اسمها destitute. destitute معناها يعني معدم او حرمان او محلتوش اللضة زي بنقول بالمصري. اوكي عندي كلمة اسمها لو قلنا عكسها مثلا very rich، راجل غني جدا مثلا for example، فانا اقول very rich. في عندي كلمة اسمها wealthy، wealthy، فكلمة فقير جدا اسمها very poor اللي هي destitute، وعندي كلمة غني جدا عكسها اسمها wealthy. دي يا جماعة كده كلمتين مثلا حفظتهم، انا مش لازم اقول بقى very poor او very rich بعد كده، ممكن اقول destitute واقول wealthy. تمام طيب عندي كلمات تانية كتير، في عندي كلمات كتير قوي. طيب لو انا مثلا قلت كلمة سريع، حد مثلا سريع بيمشي بسرعة، الانترنت بيحمل بسرعة وهكذا، بدل ما اقول كلمة fast او كلمة quick ممكن اقول كلمة rapid R-A-P-I-D rapid، it means so fast، سريع جدا. let's say مثلا I already downloaded the movie yesterday rapidly، انا عملت تحميل او تنزيل للفيلم امبارح بسرعة جدا. تمام طيب عندي كلمة عكسها slow، ببطء، عندي كلمة اسمها sluggish S-L-G-G-I-S-H sluggish. كلمة sluggish يا جماعة معناها ماشي ببطء بالراحة جدا، يعني مثلا عايز اقول السلحفة بتمشي بالراحة يبقى اقول the turtle walks sluggish، walks sluggish، او ممكن sluggishly، بس خلينا sluggish يعني السلحفة بتمشي ببطء جدا. طيب عندي كلمة اسمها لو عايز اقول مثلا الجو برد، الجو برد جدا، طبعا عارف كلمة برد يعني cold، وعارف ان كلمة very cold يعني الصقيع او الجو بارد جدا. طيب انا ممكن استخدمها بكلمة اسمها freezing، يعني اقول the weather is freezing، يعني الطقس ساعة او البرد كتير. طيب عكسها كلمة اسمها scalding عكسها يعني بقول very hot، قلنا very cold يعني freezing، لو انا قلت كلمة اسمها very hot يعني scalding يعني scalding يعني very hot، بس scalding هنا بتيجي مع المشروبات، يعني مثلا لو عايز اقول كوباية الشاي سخنة جدا مش هقدر اشربها، فانا اقول the cup of tea is scalding. طيب لو انا عايز اقول بقى الجو سخن او الجو حر جدا، الجو مثلا درجه حراره معديه 40 او معديه 50، يبقى انا اقول كلمه اسمها the weather is scorching s c o r c h i n g scorching. يبقى لو عايز اقول الجو ساقع هقول the weather is freezing،
لكن عكسها على طول لو عايز اقول جو حر هقول the weather is scorching، ولو عايز اقول مثلا المشروب المية الشاي الحاجة اي حاجة اي مشروب بيتشرب مثلا لو ساي عايز اقول ان هو سخن هقول the drink is scalding. scalding. طبعا يا جماعه مش هفكركم، اي حد عنده اي سؤال ولا حاجه just write it down، اكتبه هنا تحت وانا ان شاء الله دلوقتي يعني قدامي حوالي دقيقتين ثلاثه احاول اجاوبك عليه. طيب قبل ما انسى يا جماعه في حاجه تانية ممكن اقولها، في كلمتين تانية برضو ممكن ناخدهم. لو حد مثلا بيسالني how are you، طب احنا اللي عارفين عندنا how are you يعني اللي هو كيف حالك، اوكي هتقول له مثلا I'm good I'm very good I'm fine I'm fantastic، في كذا حاجه ممكن تتقال اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات. بس انا عايز اقول حاجه غير I'm very good. very good معروف اللي هو انا كويس جدا، اوكي. طيب لو عايز اقول I am superb. superb S U P E R اللي هي super، كل الناس عارفه كلمه super اللي هي خارق او ممتاز، لو زودت بس حرف البي بعدها بقى اسمها superb هتكون I am superb اللي هو يعني انا في احسن حال، انا كويس جدا وهكذا I am superb. طيب لو عايز اقول بقى I am very bad، لو انا سيء جدا لو انا في حالة مزرية لو انا مش كويس هقول I am awful. awful A-W-F-U-L اوكي. يبقى لو عايز اقول انا كويس جدا هقول I am very good، عايز اقول انا سيء جدا هقول I am very bad او I am awful. طيب خلينا دلوقتي نراجع على الثمان كلمات اللي احنا خدناهم جديدة. قلت لو انا عايز اقول ان انا بمشي بسرعة هقول very fast يعني rapid، لو عايز اقول ماشي بالراحة او ببطء شديد very slow هتبقى كلمة اسمها sluggish اوكي. لو عايز اقول ان انا من الكلمات لو انا مثلا قلت ان انا فقير جدا هقول كلمة بدل very poor هقول destitute اوكي. لو انا عايز اقول ان انا غني جدا بدل ما اقول I am very rich هقول I am wealthy اوكي. طيب لو انا قلت كمان برضو كلمات، لو انا قلت الجو ساعة جدا هقول it's freezing the weather is freezing يعني الجو ساقع جدا، بدل ما اقول it is very cold. طبعا يا جماعه very cold و very slow very fast ده كله مش غلط، بس تاني زي ما قلت في اول الفيديو عشان الناس اللي ما حضرتش في الاول، طبعا انت ممكن تشوف الفيديو كله بعد ما انا اقفل ان شاء الله. الكلمات دي عشان تزود الايلتس سكور بتاعك، عشان تزود السبيكنج والرايتنج، وممكن كمان يجي لك كلمه زي دي في الليسننج يبقى انت على الاقل عارف انت بتسمع ايه. تمام، يبقى لو قلت I am it's freezing يعني الجو ساقع جدا، وعكسها طبعا لو عايز اقول الجو حر جدا هقول it is scorching يعني الجو ساقع جدا سوري الجو حر جدا. لكن مثلا عايز اقول ان الدرينك او المشروب اللي معايا سخن جدا مش عارف اشربه، بدل ما اقول it is very hot ممكن اقول it is scalding. تمام. طيب اخر كلمتين خدناهم اللي انا قلت how are you هقول لك I am very good، او ممكن اقول I am superb اوكي. ولو عايز اقول انا حزين انا مش كويس انا حاله مزريه وهكذا ممكن اقول I am awful، بدل ما اقول I am very bad ممكن اقول I am awful. تمام، انا هسيبكم النهارده مع الثمان كلمات دول، وان شاء الله هحاول اطلع لايف فيديو تاني بكره او بعده باذن الله، طبعا على حسب الوقت لان طبعا عارف لان انا عندي كورسات كتيره شغال فيها طول اليوم. أنا طبعا بعتذر جدا للناس اللي بتكلمني كتير، بس انا ما بعرفش ارد على الناس في ساعتها. طبعا لو حد عنده اي اسئله اكيد رايت ات داون اكتبها هنا، لو عايز تسال على الكورسات الجايه لو عايز برايفت او اي شيء، لو انا مش موجود هبعت اي حد من الاسيستنتس عندي المساعدين عندي في المكتب، وان شاء الله I'm gonna apply for all your needs. إن شاء الله حقق كل احتياجاتكو سواء ليك سواء business writing سواء حد خاص بأولادك وهكذا. just let me know، اتصل علي على طول، أرقام التليفونات والويب سايت بتاعي موجود، وأي حاجة عندك عايز تسأل فيها feel free. okay. شكرا جزيلا و have a nice day. أبي أنتو. bye bye.